في زميل ليا لقيته بيوريني الصورة، طبعا عيني دمعت، اتفحمت عيوب بأمانة. ليه؟ علشان شفت ولادي من منظوركم انتوا بقى، يعني شوف المشاهد لما بيشوف الصورة قلبه بيوجعه ازاي على ولاد مريم وعلى مريم. انا شفتها بقى من المنظور ده، انا بقالي سنة ونص مترددة يعني على ده الطريق ده. طريقك. وده شغلي بقالي سنة ونص. اي حاجة مريم وصلت ليها دلوقتي بفضل الله ثم دعوة الست الوالدة الغالية على راسي، يا أمي لو بتشوفيني على راسي كل ما تيجي سيرتها في أي مكان قلبي بيوجعني، مش قادرة أقول إني جيت عليها. أنا شايلتها حمل مش بتاعها، ست معدية 50 سنة، فدي ليها الراحة مش ليها إن هي تربي طفلين 3 سنين و5 سنين. والكلام ده بقى من زمان، يعني انا كنت جوزي راح مشواره وانا حامل في الشهر الخامس في اسلام، فوالدتي كانت بتلبس وتاكل وتغسل وكل حاجه تتخيليها اي ام بتعملها كنت مشايلها لوالدتي. فيا امي اجملك على راسي، ولا مليون عمره توفيكي حقك. امي عايزه مليون حج ومليون عمره عشان اوفيها حقها، بان هي شالت ولادي وكانت بتدعمني مادي، كانت بتدعمني معنوي. والدتي عندها فرش خضار في السوق في الشارع عندنا، حاجه صغيره كده على قدها. ربتنا وعلمتنا تعليم عالي. ماما ما قالتلكيش لا يطلقك؟ ده مش لاقي اكلك انت وولادك. دي كانت بتدعمني انا. والدتي كانت زي ما قلت لحضرتك، انا مش على طول جبت الاسكوتر، انا بقالي سنه ونص، هو غايب بقاله 2 ونص، يعني في سنه اتصرف فيها الجزء اللي كان سايبه، وبقيت السنه والدتي واخواته. والدتي كانت بتدعمه، والدتي فضلت شايله ولاده اقسم بالله علشانه مش علشاني، لانها بتحبه جدا. انت عيطتي، هو عمل ايه؟ هو برضو عيونه دمعت، برضو يقول لي انا صعب عليا منظر ولادي جدا. وفي نفس الوقت في جانب مشرق في الموضوع، ان انت ست مكافحه، ان انت مسانداني، فانا مش هبص على حته ان الولاد شكلهم برضو يصعب، بس يكفيني ان انت مسانداني وما متخليناش نقول لحد ادينا. ما ينفعش في الزمن ده اروح لحد اقول له ادينا، اصل معلش مش معايا.